السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. نخصص هذه الحلقه لمناقشه ترحيل قوات الحزام الامني المدعومه من الامارات لمواطنين من ابناء المحافظات الشماليه من العاصمه المؤقته عدن. رحلت قوات الحزام الامني المدعومه اماراتيا مواطنين من مدينه عدن بالقوه بدعوى انهم ينحدرون من محافظات شماليه. وقال مواطنون رحلوا من العاصمة المؤقتة أن قوات الحزام عاملتهم بشكل سيء، كما جرى احتجازهم في مناطق خارج عدن بطريقة غير إنسانية، ومن بينهم مواطنون كبار في السن. في عدن أحرق مسلحون محلات تجارية مملوكة لرجل أعمال في مديرية الشيخ عثمان، وقال مصدر محلين المسلحين أضرموا النار في سيارة ومحلات محمد الحبيشي بعد توقفه عن دفع أموال للمسلحين كان يدفعها لهم منذ أشهر طويلة. وأغلقت محلات تجار بالجملة في منطقة السيدة بسبب الانفلات الأمني وتخوف التجار من تعرضهم للاختطاف والابتزاز. إذا نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: أسباب عودة الترحيل من المحافظات الشمالية في ظل التحكم السعودي بالمدينة، وغياب دور الحكومة الشرعية أمام عذابات اليمنيين وتهجيرهم في بلادهم. قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير. موجة جديدة من الترحيل القسري داخل الوطن الواحد، مرجع ذلك هو عودة سلطات الأمر الواقع في عدن والمتمثلة بالأحزمة الأمنية المدعومة من الإمارات بترحيل أبناء المحافظات الشمالية من العاصمة المؤقتة عدن. الجديد في الموجة الحالية أن الترحيل يتم تحت سلطة التواجد السعودي المتحكم في عدن، وذاك يعني انكشاف المزاعم السعودية الحريصة على اللحمة الوطنية. منذ أن دخلت البلاد تحت وصاية التحالف السعودي الإماراتي، تصدر الخطاب المناطقي الذي يستهدف ضرب النسيج الاجتماعي وتفريق اليمنيين حتى يسهل السيطرة عليهم. عمدت إلى ذلك الإمارات استناداً إلى الموروث السياسي البريطاني الذي سبق وأن مارسته بذات الجغرافيا إبان حقبة الاستعمار والمعروف بالقاعدة التاريخية فرق تسد. ذاك ما يمكن تسميته بالخلفية السياسية للموضوع والدوافع التي تختبئ وراءها أطماع التحالف السعودي الإماراتي. أما التطورات في الميدان فالمعلومات تفيد بقيام مسلحين بحرق محلات تجارية في مديرية الشيخ عثمان. مصادر محلية قالت إن المسلحين أضرموا النار في سيارة ومحلات محمد الحبيشي بعد توقفه عن دفع أموال للمسلحين كان يدفعها لهم منذ أشهر طويلة. الأمر الذي دفع محلات تجار الجملة في منطقة السيلة إلى الإغلاق بسبب الانفلات الأمني وتخوف التجار من تعرضهم للاختطاف والترحيل. إذن نبدأ النقاش مشاهدينا، وأرحب بضيفي سينضم إلينا من مدينة ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية رئيس المركز الأمريكي للعدالة المحامي عبد الرحمن برمان، وسينضم إلينا من تعز الناشط الحقوقي المحامي ياسر المليكي. مرحبا بكما ضيفيا، وأبدأ مع المحامي عبد الرحمن برمان. سيد عبد الرحمن مساء الخير. مساء الخير ولضيفك الكريم وأيضا للمشاهدين جميعا. أهلا بك سيد عبد الرحمن. يعني سيد عبد الرحمن، اليوم نتحدث عن أزمة هي يعني كانت تحدث في السابق واليوم تعاود مجددا، وهي مسألة ترحيل المواطنين الشماليين من بعض المحافظات الجنوبية وبالتحديد العاصمة المؤقتة عدن. يعني كنا خلال الفترة الماضية قد يعني هدأ الوضع قليلا ولم نعد نسمع على ما يتعلق بترحيل أبناء المحافظات الشمالية، اليوم عودة من جديد لمسألة الترحيل. يعني نتساءل ما هي الأسباب بنظرك؟ هو حقيقة الأسباب هي أسباب واضحة، حول الترحيل المجنون من يردع، هناك الشرعية ضعيفة، وأيضا الموقف القوات السعودية أو الحكومة السعودية هو موقف يعني متخاذل ولم تتخذ أي إجراءات. أنا أعتقد لو كانت القوات السعودية المتواجدة هناك قد وجهت للمسلحين أو واجهتهم لن يستطيعوا أن يقوموا بهذا الأمر.
عندما يروا أن هناك سيكون هناك رادع من قبل القوات السعودية التي أصبحت اليوم مسؤولة عن حماية عدن أو أصبحت متواجدة هناك بعد أن استلمت ملف عدن من القوات الإماراتية. يعني هناك أيضا الإمارات هؤلاء المسلحين هم يتبعون الإمارات وهم يسعون إلى إفشال اتفاق الرياض الذي كانت الإماراتية معارضة على يعني توقيعه، وبذلك تجد أن السعودية وقعت في هذا الفخ ويعني ستفقد كثير من المصداقية لدى اليمنيين وهي تتذاك يعني كل يوم. لذلك يعني نحن ندعو الحكومة السعودية إلى أن تتحمل مسؤولية، هذه مسؤولية قانونية ومسؤولية إخلاقية ومسؤولية دينية ومسؤولية الجوار على أن يحموا المواطنين الذين يعني جاءوا من أجل حمايتهم حسب ما يعني تعلن الحكومة السعودية وحسب ما أعلنت عاصفة الحزم عند توقيع اتفاقية الرياض وعند دخول أيضا القوات السعودية إلى عدن. نعم، إذن ابقى معي سيد عبد الرحمن. أذهب لضيفي من تعز المحامي ياسر المليكي. سيد ياسر مساء الخير. أهلا بك يا مساء النور، أهلا بك وبضيفك الكريم وبالمشاهدين. أهلا بك سيد ياسر. اليوم هناك أخبار جديدة من العاصمة المؤقتة عدن وهي عودة الترحيل لأبناء المحافظات الشمالية، يعني في ظل أيضا تواجد القوات السعودية وإدارتها لهذه المدينة بالفترة الحالية، يعني كيف يفهم الأمر اليوم؟ هذا ليس بجديد، ما يحدث اليوم سبق هذا عمليات ترحيل حادة وواسعة في أغسطس وسبتمبر من العام الماضي. أعتقد أن هذا الذي يحدث الآن هو للفت نظر راعي المبادرة المملكة العربية السعودية، مبادرة أو اتفاق الرياض، إلى أن هذه القوات ما زالت متحكمة على الأرض، لا زالت تبسط سيطرتها، لا زالت هي الآمر الناهي على مدينة عدن، مع أنه باعتقادي أن هذه الأعمال ليست كلها صادرة عن قوات نظامية أو لنقل قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا. كثير من هذه الأعمال يقوم بها متطرفون لديهم سلاح ولديهم أفراد عصابات، لكنهم في الأخير مندمجون مع هذه القوات التي تحكم عدن، يمارسون عملهم الأمني صباحا ويتحولون إلى عصابات في المساء أو في من بعد الظهر، وبالتالي هذه الأعمال يقوم بها هؤلاء دون أن تقوم هذه القوات التي تحكم مدينة عدن بأي تدخل من أجل حماية هؤلاء المدنيين. وبالتالي أستطيع أن أقول أن هذا الانحياز يعتبر تواطؤ من هذه القوات التي تحكم مدينة عدن، وبالتالي كل ما يصدر عن هؤلاء سواء كانوا عصابات مسلحة أو متطرفين محسوبين على الجناح المتطرف للحركة الجنوبية أو الحراك الجنوبي أو المجلس الانتقالي، هم كلهم منخرطون في هذه القوات، وبالتالي مسؤولية هذه القوات هي حماية هؤلاء المدنيين، مسؤوليتها باعتبارها سلطة أمر واقع تدير هذه المدينة، ومسؤوليتها قانونا أمام العالم أمام الجميع لأنها مسؤولة عن حماية. سيد ياسر، يعني كنا قد يعني قطعنا فترة طويلة دون سماع مسألة أن هناك ترحيل، يعني كانت الأمور استتبت نوعا ما في العاصمة المؤقتة ولم نعد نسمع على ما يتعلق بترحيل مواطنين شماليين. اليوم يعود الأمر مجددا، لماذا الآن بالتحديد؟ هذا لا يعني أن الأمر قد انتهى تماما، هو سيتجدد في أي لحظة دام هذه القوات التي لا تخضع للحكومة اليمنية هي المتحكمة في كل المؤسسات، هي الآمر الناهي، السلطة الفعلية في هذه المدينة. قلت لك أنه باعتقادي أن هذه القوات أو هي نفسها أو توعد إلى هذه العصابات التي تقوم بإرهاب السكان، تريد أن توصل رسالة إلى المملكة العربية السعودية باعتبارها راعية اتفاق الرياض بأنه
نحن هنا نستطيع أن نعمل ما نشاء، نستطيع أن نؤذي الآخرين، نستطيع أن نتحكم في كل ما يحدث في هذه المدينة، ولستم قادرين على إجبارنا على أن نترك هذه الأفعال أو أن نقوم بما يمكن أن تأمرون به. لكن على العكس القوات السعودية في بداية قدومها إلى العاصمة المؤقتة عدن يعني كانوا يتحدثون بأنهم يعني سيتعاملون بكل حزم فيما يتعلق بأمن المدينة وحفظ السلم فيها، وبالتالي اليوم تحدث هذه الحالة. يعني هل يمكن القول أن هناك رضا من قبل القوات المتواجدة عن هذه الأفعال؟ يعني خصوصا أنهم تحدثوا سابقا بأنهم يعني سيتولون أمر المدينة وأنهم سيتعاملون بكل حزم مع أي اختلالات، وبالتالي نجد اختلالات، نجد إحراق محلات تجار، نجد عمليات نهب وسطو تحصل بين فترة وأخرى، ولا تحرك لهذه القوات. لا أعتقد أن هذه القوات المتواجدة السعودية المتواجدة في مدينة عدن راضية عن هذه الأفعال، هذا تحليلي الشخصي. هذه القوات هي بمثابة شرطي يقوم بفك الاشتباك هذا الذي يمكن أن يحدث بين هذه القوات التي تحكم مدينة عدن وبين القوات الأخرى الموالية للحكومة اليمنية الرابطة في أطراف محافظة أبيان. ليس باستطاعة هذه القوات أو القوات السعودية طالما والقوات المدعومة إماراتيا تتحكم بمصير مدينة عدن، ليس باستطاعة القوات السعودية أن تمنع هذه الأفعال حتى وإن أصدرت أوامرها بالتوقف عن هذه الأفعال، طالما وهذه القوات لم تدرك بعد ولديها عصابات وبإمكانها تتحول إلى عصابات والميليشيات تستطيع أن تفعل ما تشاء بهؤلاء السكان. بالتالي نحن نتلافى الحل الجذري لهذه المدينة وننظر إلى ما هو بارز أمامنا، الحل الذي يمكن أن ينهي ولو نسبيا هذه الظواهر هو دمج هذه القوات وربطها بالأجهزة الحكومية. بالتالي سيصبح كل ما يتعلق بهذه الأفعال بعد الدمج هو أفعال ميليشيوية، بالإمكان على الحكومة اليمنية أو حتى القوات السعودية أن تواجهها بما يمكن أو بالشيء الذي يمكن أن تتدخل حتى تنهي هذه الممارسات أو الجرائم. قبل هذا الموضوع قبل هذا الدمج لا يمكن للقوات السعودية أو الحكومة أو أي قوة أخرى أن تمنع هذه الأفعال. جميل، لكن سأعود إليك سيد ياسر، تكرم بالبقاء معي. أذهب لضيفي الآخر المحامي عبد الرحمن برمان. سيد عبد الرحمن، يعني كان دائما ما يتم الحديث أو التبرير لهذه التصرفات بأنها يعني مهما كان حجمها وبالتالي تظل هي تصرفات فردية من يعني ناس يتبعون الانتقالي أو الحراك الجنوبي، وبالتالي يعني كيف تنظر أنت إلى الوضع اليوم؟ هل أصبح الأمر منظم وبالتالي هو توجه تتبناه قيادات وتتبناه أيضا أو تدعمه دول، أم أن الوضع ما زال يعني يندرج في إطار التصرفات الفردية التي يتم الحديث عنها بين فترة وأخرى؟ بالنسبة للتصرفات هي تحدث كل يوم، الفاظ العنصرية، يعني إيقاف الأشخاص في النقاط، إرجاع بعض الأشخاص يومياً، ونحن نتلقى الأخبار والبرامج على أنها تتم بشكل يومي، لكن حتى الآن هو على المنظم، يعني تم التخطيط له وتم تحديد يعني وقته، لم يكن عبثاً يعني مئات الأشخاص ربما الآلاف في لحظة واحدة ويغلقوا محلاتهم ويأتوا بهم من الفنادق من الشقق من الأسواق الشوارع. هذا عمل منظم، وحتى يعني المجلس الانتقالي لا يستطيع هذا الامر من قتل دون ان يكون هناك مرجعيه بمن يقوم بعمل ويلو يدعو العربيه المتحده شديد على اخواننا واشقائنا في المملكه العربيه السعوديه. اين موقف؟ يجب ان يكون له موقف. يعني قولوا اننا لم نستطع، قولوا نحن عاجزين عن حمايه هؤلاء الذين، انا اقول انه هؤلاء يعني هذا المواجهه للمملكه والامارات دائما يعني دائما مرتبطه المملكه في كثير من القضايا تمارس عمليه انتهاكات وتتحملها المملكه العربيه السعوديه. يعني وبذلك نحن ننصح الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه ان يكون لهم موقف
وان يتصدوا، وانا اعتقد انهم قادرين. يعني المملكه ليست بالبلد الصغير والبلد الهين، يستطيعوا ان يحسموا الموقف بكلمه، لا لن يحركوا الجيوش ولن يحركوا حتى الطيارات. هم بالتاكيد يستطيعون ان يحركوا الموقف سيد عبد الرحمن، ولكن سيد عبد الرحمن يعني نحن نتابع دائما الموقف السعودي فيما يتعلق بقضايا كثيره، يعني يعني باستطاعته عمل شيء ولكنه لا يفعل. يعني هل بات اليوم الواقع في العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من المحافظات يعني هو تنفيذ لسياسة فرق تسد حتى تحقق مصالح محددة للسعودية والإمارات في اليمن على حساب اليمنيين؟ بالنسبة للموقف الإماراتي هو واضح، يعني موقف معادي، موقف يسعى لتشتت اليمن، لكن الموقف السعودي موقف غير واضح، موقف يعني لا نستطيع أن نحلله. يوم نراهم يعني يدعموا الشرعية بكل قوة، ويوم نراهم يتخاذلون، يوم لهم موقف قوي، يوم نجدهم صامتين، وبذلك نحن لا نستطيع أن نميز الموقف السعودي، ولا ربما كثير ممن يتابعون المشهد في اليمن ينتابهم كثير من الاستغراب. ولذلك أنا أقول هذا الكلام من باب الحرص على المملكة العربية السعودية، بلد جار يعني أكثر من على غير الإمارات التي ربما ليس بيننا وبينها حدود، لكن هي بلد جار يجب أن يحرص الجانبين اليمني والجانب السعودي على أنه الأمن اليمن وأمن المملكة العربية السعودية هو أمن واحد، وأنه أي تفتيت لليمن وأي تشظي لليمن هو إضعاف للمملكة العربية السعودية، وأن اليمن هي العمق الاستراتيجي ليس حتى للمملكة ولكن لدول الخليج والمنطقة بشكل عام، المنطقة العربية. نعم، إذن وضحت الصورة سيد عبد الرحمن رئيس المركز الأمريكي للعدالة. عبد الرحمن برمان كنت معنا من مدينة ميشيغان، شكرا جزيلا لك، وأعود لضيف المحامي ياسر المليكي. سيد ياسر، يعني نتساءل أنه فيما يتعلق بالآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا السلوك الذي يتكرر بين فترة وأخرى، يعني هناك كما قلت لك عمليات ابتزاز لتجار شماليين في بعض الأحياء والمناطق في عدن، تصل بعض الأحيان إلى اعتداءات وإحراق للمحلات مقابل أنهم لا يدفعوا لبعض العصابات أموال كما كانت عليه العادة في السابق. لاحظ أنه قبل هذه الأعمال هناك خطاب تحريضي واسع ضد كل ما هو ممتن للمحافظات الشمالية، إضافة إلى أن هذا الخطاب تتبناه هذه الجهة أو المجلس الانتقالي وإعلامه، وبالتالي هذا الخطاب أنا جلست مع بعض هؤلاء الضحايا وكثير منهم، بمجرد أن أي شخص لديه سلاح أو لديه طقم باستطاعته أن يعمل الكثير وأن يرحل ما يشاء وأن يعتدي على من يريد، إضافة إلى أنه كثير عوامل تتداخل في موضوع الترحيب، هو أن هذه الأسواق التي يتواجد فيها الباعة المتجولون، هذه الأسواق كل سوق يتبع أحد النافذين في مدينة عدن، وبالتالي ريع هذا السوق وكل موارده من ضرائب وحرسات وغيره تذهب إلى هذا النافذ، أحيانا تحدث اشتراكات بين هؤلاء النافذين فيأتي هذا النافذ إلى سوق النافذ الآخر ويقوم بترحيل هؤلاء، فأقول أن كثير عوامل تداخلت في ظل عدم وجود مؤسسة واحدة سلطة يمكن التخاطب معها مباشرة. الشيء الآخر ما ذكرته أنت عن الأضرار الاقتصادية التي تحدث لهؤلاء، بالتأكيد هؤلاء بخصوص الباعة المتجولون متضررون إلى الحد الذي يمكن أن القول أن بعضهم كان قد خسر كل رأس ماله، وبالتالي هؤلاء الباعة المتجولون أو حتى العمال العاديون في البناء وغيره كثير منهم خسر، إضافة إلى قطاع البناء حينما تحدث هذه الحملات قطاع البناء ينخفض إلى الحد الذي لا يمكن أو حتى المقاولون لا يجدون من يمكن أن يعمل معهم، سيما وعمالهم ملاحقون في الشوارع وحتى في البنايات،
وبالتالي تأثر الكثير اقتصاديا، المقاولون وأصحاب محلات التجارة وغيرها من المواد التي يمكن أن يعمل بها في مجال البناء مثلا. إضافة إلى أن هذا الجزء الكبير الذي يتم عمله على الباعة المتجولون خصوصا وهو الاعتداءات، قلت أن كثير من هؤلاء خسروا أموالهم. يعني سيد ياسر، هل استمعتم لشهادات بعض العائدين فيما يتعلق بأسباب ومبررات الترحيل غير السبب الأبرز هو أنهم شماليين؟ يعني هل استمعتم لشهاداتهم؟ هو السبب الأبرز وهذا الخطاب التحريضي، هذا الخطاب الذي يعتبر كل ما هو شمالي هو معادل للجنوب، هو معادل لما يعتبرونه القضية الجنوبية، وبالتالي كل هؤلاء الذين يقومون بأعمال الاعتداءات هم بطريقة أو بأخرى هم من الموالين أو المندمجون أو المنخرطون في هذا المجلس الانتقالي أو القوات الأمنية التي تتبعه أو غيره من الفصائل، وكلها مؤيدة لهذا المجلس الانتقالي، وبالتالي هذا السبب الأبرز. إضافة إلى ما ذكرت أن هذه الأسواق غالبا تحت سلطة ونافذين، وبالتالي قد تحدث كثير من المشاكل نشهدها هنا مثلا في محافظة تعز بين هؤلاء النافذين، فيحدث مثلا أن يقوم هذا النافذ بالاعتداء على السكان في هذا السوق الآخر ويقوم بترحيل هؤلاء، ثم يقوم الآخر هذا النافذ بالثار من هذا العمل ويقوم بما والمواطنون هم الضحية، وبالتالي هي صراعات شخصية ما بين متنفذين داخل المدينة وتلقى المواطن هو الضحية. لكن هنا تساؤل سيد ياسر، يعني هذا عودة مسألة الترحيل مؤخرا، ألا تعتقد أنه للأمر علاقة ما بين ما يحدث حاليا في المحافظات الشمالية وما حدث مؤخرا فيما يتعلق بالترحيل، أم أن الموضوع لا علاقة له؟ بالتأكيد هو يمكن ربطها من هذا الموضوع، خصوصا نحن نتحدث عن أن هذه السلطات أو هذه القوات التي تحكم مدينة عدن متواطئة، بل ولا يمكن أن تتدخل في أي من هذه الأعمال ولم تقم بحماية هؤلاء السكان، وبالتالي فهي عاجبها هذا الموضوع وهي متواطئة بشكل أو بآخر. كثير من العوامل تداخلت، وخصوصا نحن نشهد ما يحدث هنا في المحافظات الشمالية، إضافة إلى أنها رسالة، أعتقد أنها رسالة توجه هذه القوات للمملكة العربية السعودية صاحبة اتفاق أو راعية اتفاق الرياض، بأن هذه القوات باستطاعتها أن تعمل الكثير دون أن تقدر أو تستطيع المملكة العربية تصلحها أمام الجميع. نحن هنا أمام خذلان سعودي لمدينة عدن ولسكانها، لم تستطع حماية هؤلاء المدنيين ولم تستطع تنفيذ هذه الاتفاقية وإجبار كل الأطراف على تنفيذها وإنزال بنودها على الواقع، بما يؤدي إلى حماية السكان وإلى جعل هذه المدينة تعيش بهدوء، تعيش بسلام، تعيش أن يستمر الناس في أعمالهم دون مضايقات ودون أي اعتداءات من أي طرف كان. نعم، وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر المحامي ياسر المليكي، كنت معنا من تعز، ونكتفي مشاهدينا بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.